بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. أهلا بكم أبناء الطلاب في إجابة الفقرة الخامسة من الفقرات المئة من كتاب الامتحان. فقرتنا النهاردة إن شاء الله بعنوان عقدة أوديب. أوديب هو أديبوس كما ورد في الأساطير اليونانية، هو بطل طيبة اليونانية قتل أباه. أباه هنا مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، تذكر الأسماء الخمسة ذو وفو وأبو وأخو وحمو، وهذه الأسماء ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء بشروط أن تكون مفردة، وهنا كلمة أبا مفردة، أن تكون مضافة وهنا كلمة أبا مضافة إلى غير ياء المتكلم، هنا كلمة أبا مضافة إلى الضمير الهاء ولم تضف إلى الياء، فلم نقل أبي وإنما قلنا أباه. وهناك شرطان غير مختصين بكلمة أباه، وهما شرط أن تكون ذو بالواو، أن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تكون فو بالواو. إذن كلمة أباه هنا مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. السؤال اللي بعديه بيقول لي: لبوس وتزوج أمه يوكاسنا دون علم منه، فلما عرف الحقيقة فيما بعد فقأ عينيه. فقأ فعل ماضي، وهو الفاعل ضمير مستتر، وعينيه مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. انتبهوا لعلامات الإعراب، مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى، والهاء في عينيه طبعا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وظل هو هائما، واضحة جدا أنه هنا هائما خبر ظل، لأن ظل من أخوات كان، تذكروا هناك في أخوات كان مجموعة كده تدل على استمرار الحدث، اللي هي بتبدأ بظل وما زال وما دام وما برح وما فتئ وما انفك، هذه الأفعال جميعا تدل على الاستمرار. وخلي بالك ما تخلطش ما بين ظل باللام وظن بالنون، ظل باللام من أخوات كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، أما ظن من الظن يعني ديت تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. يعني إذا قلت ظن محمد عليا قادما، يبقى ظن فعل ماضي ومحمد فاعل وعليا مفعول به أول وقادما مفعول به تاني. انتبهوا، فلا تخلط بين ظل وظن. هنا هائما قلنا خبر ظل منصوب علامة نصبه الفتحة. ويكفر عن خطيئته التي أنزلت اللعنة عليه وعلى أبنائه حتى مات، عالج الشاعر الإغريقي. ده نعت طبعا، هنا الشاعر الإغريقي، الشاعر هنا فاعل، يبقى الإغريقي نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. سوفوكليس ده بقى اللي هو البدل، لأنه طبعا اسم الشاعر، أنا يعني بقول لك خلي بالك، تفكر نحن قلنا قبل كده لو جه لقب أو مهنة زائد اسم صاحبة بنعرب اسم صاحبة ده إيه يا شباب، بدل. استخرج من الفقرة مصدرا لفعل ثلاثي وبين فعله. أذكر أو أقول أن المصدر الثلاثي سماعي في معظمه، يعني ليس له قاعدة ضابطة. المصادر الرباعية والخماسية والسداسية وضعنا لهم جمل، يعني جملة كده بنفتكر بها المصدر، اللي هو الرباعي 8 كلمات تحسين الإنتاج وإجادته، تلبية للجماهير بمقاومة وجهاد زلزال وبلبلة الأسعار، جملة كده كنا عملناها عشان تحفظ بسرعة المصدر الرباعي. وعملنا جملة للمصدر الخماسي: التحدي والتعاون، انطلاق وتقدم، انتصار واخضرار. وعملنا جملة للسداسي قلنا الاستقلال استنارة واطمئنان. هذه الكلمات يعني مجرد كلمات، بدل أن نحفظ الأوزان المتشابهة كنا قلناهم مرارا في الفقرات السابقة وسنقلهم في الفقرات القادمة للتذكير والتثبيت. أما الثلاثي فلم نستطع أن ننشئ له مثل هذه الجمل. لماذا؟ لأن الثلاثي معظمه سماعي، يعني لا قاعدة له، لا ضابط له. فأنت تجد مثلا كلمة جلسة تجد المصدر منها جلوسا، أما كلمة ضرب تجد منها ضربا، فهكذا ليس هناك قاعدة. وإن كان بعض علماء النحاة بدأوا يضعون بعض الضوابط للمصدر، يعني قالوا ما دل على لون يكون على فعلة مثل خضرة وحمرة، وما دل في الثلاثي، أنا بتكلم في الثلاثي القياسي دلوقتي، في حتة في الثلاثي كده قياسي اسمعني فيها على مهلك لو سمحت، بقول لك اللي يدل على لون يجي على فعلة زي خضرة وصفرة وحمرة، اللي يدل على مرض زي صداع وزكام وسعال يجي على وزن فعال، اللي يدل على حركة واضطراب قالوا يجي على فعلان زي غليان وخفقان وهذيان إلى آخره، قالوا اللي يدل على حرفة يجي على فعالة زي تجارة ونجارة وصناعة إلى آخره. دي حول قدر الإمكان يضبط المصدر الثلاثي حسب هذه المعاني،
وإن كنت أقول إنهم أيضا رغم هذه المحاولات وجدوا شواذ لهذه لهذه القواعد التي وضعوها. إذن الشباب المصدر الثلاثي في مجمله وفي معظمه سمعي. طب أخرجوا إزاي؟ أخرجوا بأننا هدور على كلمة تنفع مفعول مطلق. أرجو التركيز، دور على جملة تنفع مش تعرب. يا حبذا لو تعرب مفعول مطلق، يا لو لقيت كلمة عربت مفعول مطلق تأكد أنها مصدر أصلا. طب الكلمة اللي تنفع مفعول مطلق إزاي؟ تعال نجرب أهو. أديب أو أديبوس، ورد، أساطير، ما فيش، ده كل دي أسماء وأفعال عادية جدا. هو بطل طيبة اليونانية، قتل ده فعل عادي، أباه لبوس وتزوج أمه دون علم. طب وقف عند كلمة علم كده، يا علم دي فعل ولا اسم؟ لا اسم، أيوة صح، العلم. طب حطها كده، تنفع تيجي مفعول مطلق في جملة؟ علم علما، أيوة صح كده، أهو ده المصدر الثلاثي بقى. لأن أنا جبت كلمة علم فلقيتها تنفع مفعول مطلق، ولقيت الفعل بتاعها كم حرف؟ ثلاثة، ما هو يسمى المصدر حسب عدد حروف فعل. يبقى علم هنا ده مصدر إيه شباب؟ مصدر ثلاثي. فلما عرف الحقيقة فيما بعد فقع عينيه وانتحرت أمه وظل هو هائما يكفر عن خطيئته. اللعنة والعياذ بالله، اللعنة لعنة، أيوة لعنة لعنة. إذن أيضا كلمة لعنة هنا تعتبر مصدر إيه شباب؟ مصدر ثلاثي. وبين فعله، قلنا فعل. السؤال اللي بعدي بقى بيقول لي جملة ليس لها محل من الإعراب وبين السبب. طبعا نتذكر أن الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، الجمل التي ليس لها محل من الإعراب هي الجمل التي بعد الذي والتي، اللي هي الجملة الصلة أو الجملة الابتدائية. نكتفي بهذين النوعين، هناك أنواع أخرى سنتعرض لها في التدريبات القادمة، لكن حتى لا أطيل عليك امسك مثلا أديب أو أديبيس كما ورد في الأساطير اليونانية، هو بطل طيبة اليونانية. ممكن تاخد الجملة دي كلها من أولها لآخرها كتقول جملة ابتدائية لا محل لها من الإيه شباب؟ من الإعراب. أو جملة أنزلت اللعنة، لو تلاحظ أنها بعد اسم الموصول التي، يبقى كده دي جملة ليس لها محل من الإعراب. بدلا وبين نوعه، بدل هنا بقى هنطلع هنا ندور هنا اللي هو كنا قلنا قبل كده اسم إشارة زائد مشار إليه معرف بأل في غير النداء، تمام، أو لقب أو مهنة زائد اسم صاحبه. يعني أنت عندك أهو عالج الشاعر الإغريقي سوفوكلوس، تمام كده، أنا مش عارف ما أنطقه صح ولا غلط بصراحة، يعني إيه الأسماء اليونانية دي إيه صعبة شوية يعني. يبقى دي بدل وبين نوعه، يبقى مطابق يا شباب، مطابق، طالما جيب الطريقة دي، لأن في هناك بدل البعض من كل وبدل بدل الاشتمال. تمييزا وبين علامة إعرابه، أنبه سنتعرض للتمييز في الفقرات القادمة إن شاء الله، لكن أنبه إلى أن التمييز يعني له أماكن ثابتة اللي هي بعد العدد والكيل والوزن والمساحة. بعد العدد اي عدد 5 6 تلاقي كلمه جايه بعديه، الكلمه دي تمييز. الكيل العبوه، يعني ما اقول مثلا شربت مثلا زجاجه ماء، ماء دي تعتبر تمييز لكلمه زجاجه. طيب مثلا الوزن، اشتريت كيلو ارز. المساحه، زرعت فدان قمح. بعد كم، والخبريه اللي هي كنايات العدد كلها، كم الخبريه وكم الاستفهاميه والكلام ده. طب تعالى ندور كده بقى على حاجه كده، بقول بص كده بقول ايه، اديب في الاساطير، اباه قتل تزوج، فقع عيني، انتحرت، ظل أمه حتى مات، عالج الشاعر. ثلاث مسرحيات سهلة خالص، هي ثلاث مسرحيات، تمام كده. أستاذ بس أنا بنسى بقى التمييز مجرور ولا منصوب ولا مرفوع ولا إيه الحكاية. بص أنا أقول لك حاجة، في العدد بالذات هو من 11 ل99 منصوب، بس الباقي كله بعد كده مجرور. يعني قبل 11 وبعد 99 مجرور، لكن في الفترة المغلقة من 11 ل99 ده بنسميه يا شباب منصوب. يبقى تمييز ايه ده كده؟ طالما كده يبقى تمييز ماله يا شباب؟ مجرور. يبقى مسرحيات تمييز مجرور علامة جره ايه يا شباب؟ الكسرة. 5 بيقول لي ذم اسما من الاسماء الخمسة وبين علامة اعرابه. طبعا السؤال ده مكرر، هي كلمة اباه هنقول عليها مفعول به منصوب علامة نصبه الالف. ذم فعل اديب في جملة من تعبيرك، تذكروا الذم له في اللغة العربية وسيلتين، إما لا حبذا وإما بئس. يعني أنت عشان تستخدم الذم لازم تستخدم حاجة من دول، أوعى تقول بقى ما أقبح، ده تعجب، أوعى تبقى كده، لا غلط، ما أقبح الخلط بقى، ما تخلطش أنت بقى، تمام كده؟ يبقى لما أجي أقول فعل أديب أقول إيه؟ لا حبذا فعله أديب، هو هيبقى مبتدا مؤخر مع لا حبذا. طب لو هتستخدم بئس، لو تستخدم بئس تخلي بالك من حته صغيره كده دايما انبه بيها الطلاب، لو سمحت ما تجيبش المخصوص بعد بئس مباشره، هات الاول الفاعل بتاع بئس. يعني لابد ان تقول لي بئس العمل فعل اديب مثلا، او بئس الشيء فعل اديب.
او هات نكره منصوبه ويبقى الفاعل مستتر، بئس شيئا ها فعله ايه؟ فعله جديد. ده لو هتركب الجمله ببئس، لكن لو هتركب الجمله بحبذا هي جايه على طول من غير ما تحتاج الفاعل، لان ازاي معاها على طول هي الايه؟ الفاعل. بعد كده بيقول لي دال يرتكب ذنبا يلقى اثاما، اربط بين الجملتين، يبقى ده شرط جازمه. تذكر ادوات الشرط الجازمه: ان ومن وما ومهما واين ومتى وان وايانا وحيث واي. ممكن هنا نربط بايه؟ من يرتكب، صح كده، ونحط على الباء سكون لانه هيجزم الفعل. من يرتكب ذنبا ها يلقى، ايوه كده تمام، من بحذف حرف العله، لان احنا عارفين ان الفعل المضارع المعتل الاخر عندما يجزم يجزم بحذف حرف يا شباب العله، فنقول عليه ايه؟ يلقى، نحط فوق القاف فتحه كده تعويضا عن الالف اللي حذفت ديت اللي هي الالف اللينه اللي في الاخر ديت، يبقى يلقى، او عفوا يلقى يلقى. طب ينفع اقول فسوف يلقى اثاما؟ لا، هو ما طلبش منك تحط سوف ولا الفاء لو سمحت، لما لا يعني مش عايز الطلبه تعمل حاجه هو ما طلبهاش، هو قال لك اربط فقط، لم يقل لك واجعل جواب الشرط مقترنا بالفاء، لم يطلب هذا الطلب. ها، والسؤال الاخير: في اي ماده تكشف في معجمك عن كلمه خطيئه في خطا اقول عليها باب الخاء فصل الطاء ثم الهمزه؟ الحقيقه دي كانت الفقره الخامسه، وان شاء الرحمن الرحيم نلتقي في الفقرات القادمه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.